جماعة ما يخفاش عليكم بلي هذي قريب عام ونص وحنا مترئيسين على المزلة شارع ولازمنا ننظروا بنتيجة زينة مفيدة للشعب. انا ما بهذا وضوك ما تعديت هذي خلاصة لان اي المهب ولا المساخيط الضر ولا واحد الكوكاي واحد كذا واحد يبعث الروينة بطاشيات واحد مهبول واحد ديرني قال اقوز مضحكة انا ايش مضحكة يا اخي الله رحمه كلفتني امة كلفتني امة باه نحضر عليها باش نفكها من ظل هذا القرقة اللي راهي فيها قرقة في قرقة لازم تركوا سكمهم لازم تريسيتي تدخل للديور لازم الماء لازم الضوء لازم لبيست فهمت؟ هاتوا يا جماعة قالوا ضحك وتمزخير وماكلة وبوليتيك عندكم من هذا الصوك هذا